إنجاز المخطط الجماعي 2010-2016 كان بمثابة تمرين جماعي للموظفين الجماعيين والمنتخبين والمصالح الخارجية، وكذا الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وما يميز هذا المخطط هو إشراك الساكنة في اقتراح المشاريع التنموية المناسبة. إنجاز المخطط الجماعي 2010-2015 كان بمثابة تمرين جماعي للموظفين الجماعيين والمنتخبين والمصالح الخارجية، وكذا الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. ومما ميز هذا المخطط هو إشراك الساكنة في اقتراح المشاريع التنموية المناسبة. إنجاز المخطط الجماعي 2011-2016 كان بمثابة تمرين جماعي للموظفين الجماعيين والمنتخبين والمصالح الخارجية، وكذا الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وما ميز هذا المخطط هو إشراك الساكنة في اقتراح المشاريع التنموية المناسبة. إنجاز المخطط الجماعي لتطوان 2011-2016 كان بمثابة تمرين جماعي للموظفين الجماعيين والمنتخبين والمصالح الخارجية، وكذا الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وما ميز هذا المخطط هو إشراك الساكنة في اقتراح المشاريع التنموية المناسبة. الآن ميزانيتنا تتجاوز 57 مليون ديال الدرهم. الفائض انتقل من 2008 من 8 مليون أو 7 مليون ديال الدرهم إلى 17 مليون ديال الدرهم في 2014. دون إغفال التحصيل الضريبي الذي تعامل معه رئيس الجماعة بمسؤولية خاصة. الميزانية ديال الجامعة انتقلت من 4 مليار و100 مليون ل 5 مليار و100 مليون، يعني تزادت مليار في ظرف 6 سنوات، وهذا تطور مهم جدا بالنسبة للمدينة. الموظفين خلصناهم، الناس اللي كيسالوا درنا معهم اتفاقيات، انه حاولنا اشتغلنا على مستوى المداخيل وترشيد النفقات اللي خلانا الحمد لله اليوم كنتكلموا على حوالي 25 مليار ديال السنتيم، يعني انتقلنا من 17 الى 25 مليار. هما الموظفين هما نفس الموظفين، الإدارة هي نفس الإدارة، المدينة هي نفس المدينة.